السلام عليكم، انا باسل من قناه كومبيسو تكنولوجي. لو بتعاني من مشكله اللاج او التهنيج في لعبه سليبنج دوجز، فباذن الله الفيديو ده هيحللك المشكله نهائيا، وتقدر انك تحل مشكله اللاج في اي لعبه. تابع مع الشرح. طبعا هسيب لك لينك البرنامج ده في الوصف، هتحمله او اول كومنت، تمام؟ هتضغط عليه وتفتحه، هيجي بالشكل ده. كل اللي عليك انك هتضغط هنا، وبعدين هتدور على لعبه سليبنج دوجز، وزي ما انتم شايفين لعبة سليبنج دوج زي هي، هنضغط عليها وبعدين هتضغط هنا وبعدين اوكي، وبعدين هتدور على مكان اللعبة، تمام؟ اهي تضغط عليها كده وبعدين اوكي، اوكي كمان مرة، وبعدين هتختار اللي في النص، تمام؟ وبعدين هتضغط هنا تختار الريزوليوشن بتاع شاشتك. بس كل لما تقلل في الريزوليوشن، كل لما اللاج بيروح اكتر، تمام؟ ولكن مثلا انا هختار 1280 في 720، وبعدين هضغط هنا. ما دام هو جاب لك الصح دي، يبقى خلاص. تعالوا بقى نشوف اللعبة بقت عاملة ازاي. How's your connect? You getting everything you need? No, man. I haven't been back to Popstar since I left Dog Eyes. I'm not sure how he's gonna take it. Want me to talk to him? Yeah. I'm just about out. So grab my next shipment and make sure everything is cool.